فخر لأهل غزة إنه نحن برغم الحصار عندنا أماكن مرتبة ونقدر يعني نقوم على رجلينا ونعيش حياتنا. كان في لحظاتنا اللي بنعيشها دائما في قطاع غزة بنعيش في حالات حرب كثيرة، والضغط النفسي اللي موجود عندنا كشعب معرض للحصار الدائم بخلينا نحاول نتقمص حالات السعادة، وحالات السعادة هذه بنحاول نبحث عنها في الأماكن اللي مثل ليفل أب، بنحاول ننقل السعادة منا إلى أولادنا من خلال إن نطلعهم في الأماكن اللي بتشبهها زي الأماكن اللي النموذج الغربي. كان هم بضربوا في البرج واحنا كنا بنصلح، لدرجه انه ضابط مخابرات بكلمني تلفون وبقول لي انت ايش بتسوي فوق، بقول له جاي اشوف ايش اللي مضروب، بقول لي الانتين هذه لمين، بقول له هذه لوزاره الداخليه، بقول لي نزلها، قلت له ما بقدر انزلها، فقال لي تتحمل المسؤوليه، قلت له بتحمل المسؤوليه، وبالفعل كان هو بضرب وانا بصلح، هو بضرب وانا بصلح، الى ان انتهينا من الحرب وفكرنا نعمل اللي هو الطابق الثاني، انه انتم مهما تهدوا احنا لازم نعود نبني. وبالفعل مجرد ما خلصت الحرب كل اللي قصفوه صلحناه في اقل من شهرين، والحمد لله هذول البرج كامل ماشي والمطعم فاتح. عندنا كمان كم شهر بندخل 57 ان شاء الله. يحطوا الانتينه. The place introduces a new concept, you know, being the first rooftop restaurant in Gaza. B, the quality of service and the quality of food is distinguished and people seem to like it. And most importantly, people tend to believe that they should live their lives.